واحدة من الوزارات المعنية بتنفيذ مثل هذه المشروعات، ويقع على عاتقها عبء كبير جدا في تنفيذ مجمل المشروعات المرتبطة بالتنمية الزراعية، وزارة الري. لذلك أدعوكم للترحيب معي بوزير الري دكتور محمد عبد العاطي. أهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا، سعداء بوجود حضرتك معنا. ونبدأ معك أيضا تقييمك لمجمل هذا المشروع المهم، هذه المزرعة الكبرى للنخيل. في الحقيقة هو يعني المشروع ده جزء مشروع تنموي شامل، هو مش مشروع زراعة بس، يعني هيبقى فيه جامعة، هيبقى فيه مصانع، هيبقى فيه حياة. وليه بيتعمل الكلام دوت؟ بيتعمل الكلام دوت لأن احنا بنزيد زيادة سكانية كبيرة. خلال آخر 10 سنين احنا زدنا 25 مليون، في 30 سنة اللي جايين هنزل لنا كمان حوالي 60 أو يعني 60-70 مليون على حسب الوعي بتاع الناس وتنظيم الأسرة. فدولت محتاجين سواء جامعات، محتاجين مصانع، محتاجين فرص شغل، محتاجين أماكن سكن. فده مشروع تنموي شامل بيعتمد طبعا في زي ما احنا عارفين نتيجة التعديات على الأراضي الزراعية، في جزء كبير من الأراضي الزراعية فقد وما فيش استعادة لي. طبعا المورد المائي ده مورد أساسي ولازم يبقى فيه ترشيد كبير فيه، فلازم نستخدم كل نقطة مية صح. المشروع ده في جزء كبير منه قايم على المية الجوفية، وبالتالي بنحاول نضمن الاستدامة بأن احنا بنحط تكنولوجيات حديثة في الري بحيث ان هو يبقى فيه أقل استهلاك للمية. طبعا ده مشروع اللي هو نوعية النخل اللي هو موجود دوت نخل عالي الإنتاجية وعالي القيمة برضو، فبالتالي ده هيدي زي نوع من البراندنج أو العلامة المميزة لمصر في البلح، في إنتاج البلح وتصدير البلح اللي هو البلح المجدول دوت، وده من يعني ما كانش بيزرع في مصر قبل كده. لما نتكلم على التنمية، ده جزء من حزمة مشروعات التنمية اللي احنا شفناها، سواء طرق، سكة حديد، كهرباء، مية، تبطين، ري حديث، مدن جديدة، كل دي حزم مشروعات تنموية، وده جزء من الحزم ديت يعني.